فاطمة فاطمة قبل تلعب كريستيانو لازم يسمع صوتهم لازم لازم يسمع صوتهم كريستيانو تفضلي فاطمة Hello, Ronaldo. Hello. Welcome to your new home. And how does it feel to finally be here? Allah. Welcome, Cristiano. Thank you. يبي يتكلم معكم. عطوه فرصة. حاب يتكلم معكم كريستيانو نسمع مع بعض يلا نسمع مع بعض هنرجع نحييك مره ثانيه يلا فاطمه كريستيانو tell us how does it feel to finally be here well for me it's a pleasure to be here it's an honor I feel yesterday the welcome that they give to me to my family And of course, I will give my best for this club, Al Nassr. Thank you, everybody. وش رأيك بالأصفر علي تركي ليك بقى؟ جميل. وش رأيكم بالأصفر على كريستيانو؟ كلام كبير. They're saying Cristiano yellow really suits you well. يلا نسمع سؤال ثاني كمان لكريستيانو رونالدو مع فاطمة يلا فاطمة. Cristiano, now that you're finally here, tell us what do you hope to achieve in Saudi Arabia? Well, what I expect to achieve is to make people happy, to enjoy myself, to help the country to be better and better and better. Not only a football men's, but always the feminine football, which is the people don't know. I know the league is competitive. People, they don't know that, but the league is very competitive. And I want to make people happy. This is my goal. Amazing. Cristiano جالس يقول على الفريق النسائي والبراعم. تركي, بدك ترحب فيهم. احنا بس نكون مع بعض علشان بس اليوم ناخذ بعض التفاصيل من كريستيانو رونالدو طيب نرحب مع بعض والله ما الومكم والله ما الومكم نرحب مع بعض مع ابطالنا مع كريستيانو نكون مع بعض ابطالنا جمهور النصر جمهور العالمي استاذنكم بس تسمحوا لي مع بعض خلونا نرحب سيداتي سادتي ببعض أفراد فريق النصر للسيدات ولاعبي فريق الشباب ومجموعة من براعم النادي من أجل أخذ صورة تذكارية مع كريستيانو رونالدو حياهم الله تفضل We are pleased ladies and gentlemen to welcome another women's and youth to pose for a memorable photo with Cristiano please join us يلا نحييهم مع بعض
wonderful. كانت هذه صورة تذكارية لسيدات النصر فريق سيدات النصر وكمان براعم النصر وكمان شباب النصر وقبلها التقاء النجم بنجوم فريق النصر. الآن نرحب نرحب مع بعض أتوقع بنرحب بعد شوية تركي كريستيانو بليز كريستيانو راح يوقع الكور ويضرب سبع كور اليوم في الملعب وهو سويناها قول خلينا تنتهي المفروض بعد الشك والله بلا شك أن الجمهور يستحق هذه الفرحة اليوم كريستيانو رونالدو هو إضافة كبيرة بلا شك لدورينا